معطيات اقتصادية رسمية جديدة تعكس انكماشا مخيفا في نسبة النمو الاقتصادي، حيث تراجع الدخل القومي الخام سلبيا بواحد بفاصل 3%، واستقرت هذه النسبة إيجابيا في حدود 0.6% فقط بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما دفع إلى تعديل تقديرات نسبة النمو السنوية المنتظرة سنة 2023 من 2.1% إلى 1.9%، نسبة يبدو أن تحقيقها سيكون صعبا خصوصا بعد التراجع الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية. طبعا هنا المطلوب هنا هو إيجاد حلول، دائما السلطة لا تكتفي بالتشخيص ولكن مطالبة بإيجاد حلول، والسياسة هي نتائج. يعني عندما نتحدث عن الاحتكار والمحتكرين، يعني الدولة هي التي تورد المواد الأساسية، بالتالي هنا المشكل داخل أجهزة الدولة. تراجع المؤشرات الاقتصادية رافقه نقص كبير في العديد من المواد الأساسية ولا سيما الخبز، وهو ما خلق أزمة اجتماعية، نقص عازته السلطات إلى تلاعب المحتكرين بأسعار السلع معلنة مشددا الحرب ضدهم. الاستهلاك الخاص والاستثمار يشهد تراجع كبير وكبير جدا، يعكس الحالة الاقتصادية المتردية وتهرب المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بالنسبة للاستثمار الخاص. معدل النمو الاقتصادي في تونس هو دون المأمول والمتوقع، يقول وزير الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. ملامح أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق وسط تراجع كل المؤشرات المالية، مستجدات تستدعي بحسب مراقبين ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية ووضع استراتيجية جدية لإنقاذ البلاد من الانهيار. سميحة البغدمي، تونس، الميادين.